بسم الله الرحمن الرحيم. بنجدد عهد الحب. تأمل اليوم هو استلام وإرسال طاقة الحب. وخلينا عارفين كلنا أن طاقة الحب هي أعلى تردد موجود في الكون. وصدقوا أن ربنا أصلا خلقنا من الحب. فإحنا لما بنكون على تردد الحب ومتناغمين معاه بنبقى رجعنا لحقيقتنا. هنجلس جلسة مريحة، ونسمح لجسمنا بالاسترخاء، لأن احنا عارفين ان احنا السيد على جسمنا، مش جسمنا هو اللي بيقودنا، احنا اللي بنقوده، الروح هي اللي بتقود. فأنا بدي أمر محب الجسم بالاسترخاء. من خلال التأمل ده هنتعلم ان احنا نستلم طاقة الحب بسهولة ونرسل الحب بسهولة. الكلام عن الحب والاتصال بيه معناه ان انت بقيت في الكينونة بتاعت الحب، مش محتاج تبذل اي مجهود، انت كون في الطاقة نفسها. اسمحوا لجسمكم بالاسترخاء، واخفضوا كل الحواجز وزيلوا كل الأحكام. خلينا نتصالح مع طاقة الحب، نرجع لحقيقتنا. صوابع الرجلين مسترخين تماما، بنمر للأعلى والأعلى ونسترخى تماما. نسمح لعضلاتنا، كامل عضلاتنا بالاسترخاء، البطن والظهر وأعضائنا الداخلية والصدر، عضلات الوجه والرقبة، ونسمح للكتفين بالنزول لوضعهم الطبيعي. بينزاح من على الكتفين أي أعباء أو طاقات مش بتخدمنا. رقبتنا وفقرات الرقبة كلها مسترخية، عضلات الوجه وصيلات الشعر. اتنفس من عند منتصف الصدر، في نقطة، في مضغة، لو صلحت نصلح حالك كله. انوي الاتصال بيها، روح بوعيك لمنتصف الصدر عند النقطة دي. هي مش في الأمام ولا في الخلف، هي في العمق، عاملة زي دوامة موجودة في نص صدرنا. تخيلوا الدوامة دي باللون الوردي، جواها يعني زي لقالق بالأبيض والذهبي، دوامة كده لونها وردي وفي القلب منها أبيض وذهبي. اتنفسوا من جوهر وعمق الدوامة دي. نفس النور اللي موجود جواها، حس ان الهواء اللي داخل في التنفس هو باللون ده، وردي ممزوج بالابيض وبالذهبي. كل ما بنتنفس الدوامة او الدائرة اللي جوا دي عمالة بتلف بتتوسع اكتر. بنحط نية دلوقتي، احنا بننوي الاتصال، انوي الاتصال بقلبي بكل سهولة ويسر.
أنوي الاتصال بجوهر الحب اللي موجود في قلبي. مع كل نفس بتتنفسه اعرف ان الطاقة دي بتتوسع وبتتمدد جواك. توسعوا توسعوا توسعوا، اسمح للطاقة دي انها تتوسع وتتمدد. تتوسع من الأمام ومن الخلف وعن يمينك وشمالك وفوقك وتحتك. تملى جسمك كله، كل أعضائك وخلاياك وعظامك ودمك، كل شيء، المسامات كلها مليانة بالطاقة دي، بتنور جلدك، بتملاك بالحياة، كلك حياة. وسعي ومددي الطاقة دي على قد ما تقدري، وأجمل حاجة إن احنا نوسعها بالتنفس. كل ما كنا بنتنفس بهدوء، كل ما كان جسمنا مسترخي، كل ما الطاقة دي بقت بتجري جوانا. انتي حية من جوه، احنا احياء بالحب، ملناش دعوة بأي حد. انت جواك حياة، مهما كان ومهما مريت ومهما حصل، جواك حياة وجواك حب. انتوا عارفين لو احنا في حياتنا كلها ما عملناش اي سعي ولا اجتهاد غير ان احنا اتصلنا بطاقة الحب، يبقى احنا عملنا عمل عظيم جدا. طاقة الحب دي تعيشنا وتعيش اللي حوالينا وتعيش العالم كله، تغذينا وتصحينا وتحيينا. انتوا عارفين سلسلة الظهر العمود الفقري؟ تخيلوا ان في شلال جاي من الاعلى ونازل يتصب جواك في العمق، عمال كده بيلتف بشكل حلزوني على العمود الفقري باللون الوردي المحمل بالطاقة البيضاء والذهبية. خليكي في حالة استقبال، طول ما الشلال ده بينزل وبيملى كل العمود الفقري، بيدخل من التاج وبيملى كل حاجة جواكي. ادعي: اللهم صب علي الحب صبا صبا، اللهم صب علي الحب صبا صبا، اللهم صب علي الحب صبا صبا. الشلال ده عمال بيغسلك من جوه ومن بره، وعلى فكرة لو في اي عضو من الاعضاء محتاجة توجهي الطاقة ليه بشكل مركز اكتر، كل واحد حسب حالته يوجه الطاقة دي. اللهم صب الحب علينا صبا صبا، اللهم اسقينا الحب ودوقنا الحب وعيشنا فيه، اللهم اجعلنا حب، اللهم صب علينا الحب صبا صبا. بالنسبة لي انا عاوز اركز الطاقة دي، ده انا وليكو يعني، عاوزين نركز الطاقة دي عند البنكرياس. مش مهم نعرف مكانه تحديدا ونحط ايدينا عليه، مجرد ما احنا نطقنا اسمه او نوينا هي الطاقة بتتوجه له.
البنكرياس في جسمنا ده عضو مهم جدا، وكل ما احنا بقينا لو بعدنا عن ذاتنا وغضبنا منها هو بيتأثر. عشان كده في ناس بتتعب وبيجي لها السكر وبيجي لها اللي هو سكر الدم والحاجات اللي هي اللي بتيجي من خلل في البنكرياس، لان هي سببها اصلا مشاعر وافكار. فاحنا بنسمح للطاقة دي انها تنظف البنكرياس، تغسله وتطهره، ترجعه لحقيقته. احنا ربنا خلقنا في احسن تقويم زي ما احنا متفقين ومصدقين، فحقيقتنا هي ان احنا نكون في حب. وكمان عاوزة أوجه الطاقة دي للكبد. الكبد عضو بيخزن، لو انت بتغضب عندك طاقة غضب فهو بيتخزن هناك وبينعكس عليك بعد كده. فبنوجه الطاقة دي للعضو الكبد. ممكن نعتذر له، بس احنا مجرد ما احنا بنوجه له طاقة الحب بالألوان دي اللي احنا متصلين بيها، اللي هي ألوان الحب المطلق اللي جاية من عند الله، فهو بيطهر نفسه بنفسه. تنقية الكبد بتنعكس على جلدنا وعلى شعرنا وعلى حاجات كتير. احنا مش في شرح دلوقتي، احنا في تطبيق، في تنفيذ. وجه الطاقة دي لكل أعضائك، للكليتين، للمرارة، للمعدة، للأمعاء. للرحم، للبروستاتا عند الرجالة، للدم، للعظم، للنخاع، لبصيلات الشعر، للنظر، للسمع، للحواس، لكامل أعضائنا الداخلية اللي بنشكر ربنا عليها واللي إيد ربنا دايما موجودة فيها. بنسمح للحب إنه ينور كل ده. كأن جسمي من جوه أعضائه دي فرحانة. عارفين الإيموجي اللي في عيني قلبين؟ او عارفين لما يبقى فيه جليتر كتير كده لامع لونه وردي وذهبي، حسوا ان جسمكم من جوه فرحان وكانه هو مليان بالطلع من كل عضو من الاعضاء كده زي جليتر. وركزوا برضو الطاقة على المعدة عشان فيها مركز مهم جدا ومهم في العلاقات. على ضوافرنا وعلى صوابع ايدينا وعلى مفاصلنا وعلى جلدنا. خلينا منورين. والطاقة دي كأنها بتنزل كده، بتجري في رجلينا وبينزل من شاكرا الجدر اللي هو من أسفل العمود الفقري، جذور بتربطنا بأعمق نقطة في الأرض، بقلب الأرض، عشان نبقى متجذرين أكتر، راسخين، ثابتين. اسمحي لطاقة الحب دي بالانتشار في مكانك. انتي اصلا اي مكان هتروحيه ذبذبات الحب بتاعتك هتنتشر فيه. كل ما يخصك هو
يعني منفوح بطاقة الحب بتاعتك. واحنا في الحالة العالية دي من طاقة الحب، ممكن دلوقتي كل حد فينا يفتكر اكتر حد هو بيقول انه مش مسامحه، اكتر حد ألمك، اكتر حد شايف ان ده ما ينفعش اسامحه، ده ازاي ربنا خلقه، ده الناس دي خطر على البشرية، الشخص ده ألمني أذاني. هديك وقت كده، هو اول حد بيجي في بالنا بيكون هو الشخص ده، ممكن يبقى عمل موقف صغير، يعني لو كنت بتحكي لحد يشوفه صغير بس بالنسبة لك انت هو كبير أثر فيك. استحضري صورة الشخص ده قدامك، وارسل له طاقة حب، لان انت لما بتسامح بتغفر، بتغفر بينك وبين نفسك، يعني انت بتحرر نفسك انت، وبتفتح لنفسك الطريق، وبتفتح لنفسك ابواب. ارسل طاقة الحب للشخص ده، تخيله واقف قدامك، تخيل ان النور اللي طالع من قلبك دوت بيروح له وبيغمره. انت بتعمل كده لنفسك ولله، بغفرانك ليه، انت بتشيل عقبات من طريقك انت مش هو. يمكن في اول مرة بتطبق التمرين ده تبقى مش قادر ترسل، حط النية. اول مرة ممكن يبقى الموضوع وطئته عليك مش حلوة، مع التكرار الحكاية هتبقى سهلة وبسيطة. هتعرف امتى ان انت غفرت للشخص ده، هو لما تفتكره او تيجي سيرته وتبقى مش بتحمل ليه اي مشاعر، يعني عادي، مش خلاص بقيت مش فاكره، مش فاكر هو عمل ايه. املاه بالنور الوردي المحمل بالطاقة البيضاء الذهبية المقدسة، لو الشخص ده مهم في حياتك، يعني لو هو من الوالدين او من الاخوات او من الاقارب او زوجك الحالي، ممكن تتخيل انك بتحضنيه. لو هو شخص من الماضي وهو وجوده من عدمه مش هيأثر معاك في شيء، تخيل ان هو بيرحل لبعيد، قوله بسمح لك بالرحيل. في كل الاحوال احنا لما بنردد كلمة بسمح للطاقة دي او للشخص ده بالرحيل، مش معناه ان احنا مش هنعرفه تاني. انا ممكن لو هو من علاقاتنا اللي هي الاساسية هنعرفه بس بصورة اجمل، لو هو يعني بالنسبة لي حب قديم او علاقة قديمة او صداقة او ايا كان، او حد ضايقني في شغلي او كده، خلاص تبقى الطاقة دي رحلت بسلام من جواكي. فتخيل صورة الشخص دلوقتي من قدامك تلاشت خلاص، رجعي تنفسي تاني، ورجعي تعمقي تاني في الطاقة اللي نازلة عليكي، الحب اللي بيتصب عليكي صبا صبا. تاخدي دش، في كل مرة بينعشك، بيعملك ريفريش، كل مرة بتستلم الطاقة دي بتعملك تجديد. تعرفين الملل بيجي من ايه؟ او الملل ده ايه؟ ده عكس التجديد. احنا دلوقتي بتجديد، لو بتشعر بالملل هو لانك انت متجمد ومتحجر مش متجدد. احنا دلوقتي بنتجدد مع كل دش بينزل علينا من طاقة الحب اللي بتتصب علينا صبا صبا، احنا بنتجدد وبننتعش وبنحيا.
مع كل دش بيتصب علينا في حاجات بتبقى عالقة في الهالة بتاعتنا، بتروح ملهاش لازمة. في أمور بتبقى متعطلة هتلاقيها سلكت وتيسرت، في أمور هنبقى كنا متعلقين بيها هنكتشف ان هي يعني مش مفيدة بالنسبة لك، هتروح وتيجي مكانها أجمل. مع كل دش بتستقبليه من الحب اللي بيتصب عليك صبا صبا، انت بتعمل ريفرش، بتعمل تجديد، انت عايش. دلوقتي بقى تخيل قدامك اكتر حد بتحبه، ممكن يبقى اكتر من حد، ممكن في كل مرة بتسمع التأمل تختار شخص مختلف. اللي قدامك ده اغمره بحبك وارسل له نورك الوردي المحمل بالطاقة البيضاء الذهبية المقدسة، اديله نفحة من حبك. احنا متصلين بطاقة المصدر، يعني هي مش بتخلص، هي متجددة، طاقة متجددة لا تنتهي، في وفرة. احنا بنستلم بيسر وبنرسل، هو مش بياخد طاقة منك، مش هيخلص لك الطاقة بتاعتك. احنا متصلين بالطاقة الإلهية المقدسة، اغمره بحبك بنورك، ازرع له نوايا خير. ادعي له بالحب، ادعي لكل الناس بالحب. يعني ايه بالحب؟ يعني ادعي له ان هو يتصل بالحب اللي جواه ويشعر بالحب اللي جواه، يحس بيه. انت هتبقى عملت معاه واجب عظيم جدا بالدعاء ده. تعالوا ندعي لبعضنا بقى كلنا كده، كل حد بيسمعنا بقى ادعوله وادعيله بالحب. واحنا بالفعل احنا بنعمل كده، انا بدعي لكم ان ربنا يصب عليكم الحب صبا صبا، يحييكوا بيه. كل حد بيسمعني دلوقتي يبتسم، يكون مبتسم. صورة الشخص اللي قدامك اللي انت ارسلت له طاقة الحب بتتلاشى، ارجع تاني خد دش جديد وانت مبتسم متوسع ومتمدد. اللهم صب علينا الحب صبا صبا. ادعي لنفسك واشكر ربنا، شكرا يا رب ان انت بتحبني، شكرا على حبك ليا، شكرا ان انا مهمة عندك وان انا فريدة عندك وان انا مميزة، شكرا ان انت رافع مقامي، شكرا ان انت انعمت عليا بالحب. ادعي وانت مبتسم ومبتهج. عايزين ترفعوا ايديك الاعلى، ارفعوا. عارفين لما المطره بتمطر وبنروح كده عايزينها تمطر علينا وبنرفع ايدينا، اعملوا كده، حسوا استشعروا. خليكم مبتسمين. احنا في الطاقة دي افتكروا اكتر موقف حصل معاكو واسعدكو، ايه اكتر حاجة حصلت معاكي اسعدتك، يعني حسيتي بقى انك انتي ياه ايه ده السعادة دي، الله
تفتكره. احنا في طاقة الحب والسعادة، احنا في أعلى تردد. اتصلي بالشعور. فاكرة لما حصل معاكي حاجة أسعدتك؟ اتصلي بالشعور. لما بتتصلي بالشعور ده بيفضل يحصل معاكي أشياء كتير بتسعدك، يعني كل لحظة بتبقى احتفال. اخلقي رابط عصبي بينك وما بين الشعور ده عشان يبقى موجود معاكي على طول. شعور لما حاجة أسعدتك، لما حاجة خليت وشك ده بيضحك وعينيك بتلمع، تحس ان انت عايز ترقص وتتنطط من السعادة. ممكن الموقف ده يبقى حصل معاك وانت صغير في اي مرحلة. ارتبط بالشعور، اتجذر فيه، اعمل رابط عصبي معاه عشان يفضل هو جزء منك وبيحصل ده العادي. كل اوقاتك ولحظاتك معجزات وسعادة وتجليات. ودلوقتي الدش عمال بيتصب عليك، والطاقة دي اللي انت اللي اتطلعت منك جذور في الارض دي، انت عامل جذور مع الارض، جذور حب. جذورك مع الارض جذور من الحب والسعادة، جذور من الحب والسعادة اللي هي بالتالي في القلب منها موجود الامتنان، موجود السلام، موجود الفرح، موجود المتعة. احنا بقى متجذرين بالحب مع التأمل ده، ومن اول مرة وكمان مع التكرار هتلاقي كل حاجة بتنجذب اليك. هتلاقي الناس بتبتسم ليك وانت ماشي، هتلاقي مثلا الطيور بتنجذب اليك، الحيوانات، الورود هتشوفها كتير. انت لما بتكون في كينونة الحب كل شيء يعني بيجري وراك، بيبقى هو اللي عايزك، كل شيء هو اللي بيطاردك بقى، هو اللي بيبقى عايز. الوردة تبقى نازل الصبح ولا في أي وقت فجأة تشوفها، هي مش فجأة تشوفها، دي هي ورتك نفسها عشان انت معدي. تلاقي الناس بتبتسم لك، الأطفال. ناخد نفس ونرجع هنا والآن، وبتتلاشى كل الخيال، كل اللي احنا عمالين بنتخيله، عشان نرجع هنا والآن. نرجع واحنا متجذرين، ننتعش منتعشين بالحب، متجددين بيه وبنحيا بيه. التأمل ده جميل جدا وكله طاقات حب، يعني على قد ما تقدر خليك متصل بالحب، خليك متجذر في قلبك وفي الأرض. علاقتك مع الإله حب، بالتالي مع كل مخلوقاته حب. هتلاقي أمورك كلها بتتيسر بمحبة شديدة جدا. خد نفس عميق، حرك جسمك بالراحة، فتح عينيك، ارجع هنا والآن، بص حواليك. تحياتي.